باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. ذكرنا فيما مضى أن الداعي إلى الله لا يهلك نفسه أسفا على الناس، هذا ليس لرسول الله فقط بل هو لنا جميعا. أنت ناصح فقط، فإن قبلوا فلك ولهم، وإن لم يقبلوا فلك وعليهم، والله الهادي يهدي من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لست أنت الذي ستهدي الناس، ولا أنت ستدخلهم الجنة إذا كان الله قد أمر بهم إلى النار. الهداية بيد الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وأنت تريد أن تطهره؟ نعم. فلا تتعب نفسك، فالهداية بيد الله. أنت تأكل نفسك أسفا عليه ومتوجع، ربما ما عرفت تنام وهو واضع رجلا على رجل، والريموت بيد، والسجارة بيد، وما هو ضارب حسابك، أعجبك أعجبك ولا اضرب راسك في الجدار، وأنت تأكل نفسك. يا أخي الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. إذا كان الله أراد لعبد من عباده الشر، لست أنت الذي ستجعله خيرا صالحا مؤمنا، الهداية بيد الله. نعم. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب النصيحة وقبولها، الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم، يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ما ستنفعه النصيحة؟ فلهذا لا تقتل نفسك أسا على العصاة، والذي عليك أن تنصحهم وأن تذكرهم، والله الهادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن، آسفا. قال: لا تهلك نفسك آسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزع، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. انظر كيف تبرأ عيسى بن مريم من عابديه، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول افعل ما شئت. البلاغ الذي أمر به قد أداه، ما بقي عليه شيء. نعم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يعني يقول كيف استجابة الناس لكم، قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا، ما ألزموا أن يهدوا الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني حصل القضية، المسلمون اختلفوا في جماعة من المنافقين، واحد يلتمس لهم العذر واحد يتكلم فيهم. الله يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ما تستطيع، هذا شيء بيد الله. ويقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، شخص حق عليه العذاب لا تحاول، انتهى، أنت ما عليك إلا أن تبلغه فقط، تأتي بأساليب النصح الطيبة السليمة الهادئة النافعة. فإن نفعت فالحمد لله، وإن لم تنفع فلا شيء عليك، قد بذلت جهدك، إن استجاب فلك الأوله، وإن لم يستجب فلك وعليه. كرر كرر، لا تيأس، لكن لا تقتل نفسك أسفا عليهم. أما التكرير فكرر، فلعل الله عز وجل أن يهديه في واحدة من المرات.